في واحد من العرب بيقول زاحمت رسول الله يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه واقف وسط الناس في الزحمة وبيقول وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت على رجل رسول الله. لابس حاجة جامدة كده قوي في رجليه داس بيها جامد على رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نفحني بصوت في يده. النفحة دي حاجة صغيرة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عصاية صغيرة فرد فعل طبيعي يعني قال له ايه زي بعده كده او ايه او زقه بيها زقه بسيطه خالص كده وقال بسم الله اوجعتني. فيها حاجه دي رد فعل طبيعي والله ما فيها اي حاجه. الراجل ده بيقول انا روحت وفضلت الوم في نفسي فضلت اقول اوجعته رسول الله اوجعته رسول الله وبت بليله لا يعلمها الا الله ما عرفش ينام من اللي عمله. فبيقول الصبح جاء منادي من طرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فين فلان بينادي عليا. قلت والله هذا الذي كان مني بالامس دي المصيبه اللي انا عملتها امبارح. اول لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عدله الموقف بتاع امبارح. قال له انت دوست برجلك على رجلي فاوجعتني وانا زحتك بالصوت. فالراجل قال له اه واقف منكسر زعلان من اللي هو عمله. الراجل بقى مستني النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه فهذه 80 نعجة فخذها بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله 80 نعجة بنفحة صوت. طب الناس اللي واكل حقوق الناس. فقول اكتر من كده اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم.